يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وحفظكم: المسلم يعمل بعمله ولكن وقع في البدعة، ولكن هو لا يعرف أن هذا من البدعة، فهل عمله يقبل وهل له ثواب على ذلك؟ قلنا لكم أنه يشترط العلم أولا، ما بيعمل بدون علم، فإذا كان يعمل بدون علم فإنه يقع في البدعة، مثل الأعمى اللي يمشي ما يدري بالحفر والآبار، لابد من العلم. نعم، قبل العمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، العلم هو الدليل وهو القائد. نعم، وهو النور. نعم.